السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل المعمولة، المعمولة اللي محشية ملبن. ماشي. الملبن ده انا عندي كان فيه مكسرات، كان فاضل عندي من حاجة العيد وكنت حاطاه في الفريزر، طلعته النهاردة بقى وقلت اعمل لكم معمولة بيه. ماشي. ده كيلو دقيق، الكيلو الدقيق عليه كوباية زيت ونص كوباية سمنة، وطبعا دي مية عشان الخميرة، وباكو خميرة وسمسم، وده موارد وسكر، هناخد معلقتين سكر، ودي مية عشان نعجن بيها. ماشي. هنسمي الله كده ونبتدي. هي حبايبي كوباية الزيت هنحطها على النار عشان تقدح. هنسيبها بقى كده تقدح، واول ما تقدح هنيجي بيها عند العجين. دي نص كوباية مية، تعتبر فترة، مش ولا سخنة ولا ساقعة، علشان ننشط بيها الخميرة. انا كده بس حاسة ان هي سقعت مني، هحط حبة مية دافية عليه. هنحط الخميرة اهو، ده بيكو خميرة، وهنحط عليه معلقتين سكر كبار كده، معلقة، ودي كده معلقة تانية، وهنقلبهم حلو. هسيبهم هنا بقى على جنب. هعمل ايه بقى هنا؟ هنا انا حاطه على الدقيق رشه ملح صغيره عشان السنه بس. هنا هعمل حفره وهحط السمسم هنا كده في الحفره دي، وهحط عليهم نص كوبايه السمنه. شايفين ازاي؟ اول بقى ما الزيت يقدح هنيجي نحط الزيت مع عليهم على السمنه وعلى السمسم، عشان السمسم دوت بتاعي مش متحمص، اول ما الزيت ينزل عليه وهو سخن ومغلي هيتحمص كده وهيفور وهيبقى في منتهى الجمال. اول ما اجي احط الزيت هاجي لكم. بصوا حبايبي، انا غيرت الكروانه عشان الكروانه دي كانت بلاستيك، الزيت لما كان هينزل عليها مقدوح كانت ممكن تسيح، فحطيته في بلاستيكه المونيا استانلس. ماشي. دلوقتي هنسمي الله وهننزل بالزيت وهو قادح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين بقى السمسم اهو بيفور مع الزيت وهو مقدوح اهو، والسمنة ساحت. طبعا احنا مش هنقدر نشتغل فيه دلوقتي كده الا لما ايه السمنة نقدر نحط ايدينا نشتغل بيها. دلوقتي انا بدخل السمنة مع الدقيق كده شوية بس، عبال ما ايه بس يبرد. اول ما يبرد هنيجي نشتغل فيها بقى. ايه، انا ايديا دلوقتي مستحملاه، يعني مستحملاه ان انا امسكه دلوقتي. ايه، انا ببس فيها، بدخل السمنة مع الدقيق. شايفين كده ازاي بشرب الدقيق كله بكمية السمنة. شايفين ازاي انا لسه ولا بعجن ولا اي حاجة، انا يا دوبك بشرب الدقيق بالسمنة كده. دلوقتي هبتدي احط الخميرة. شايفين الخميرة فورد وبقت جميلة ازاي؟ ده كده ان الخميرة بتاعتك ناجحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي؟
بنشرب العجين كله من ايه؟ من الخميرة. دلوقتي بقى في المرحلة دي هعمل ايه؟ هجيب ازازة الموارد وهحط حبة موارد كده حلوين زي ربع كوباية او اقل شوية، بتدي للعجين ريحة جميلة وبتبقى في منتهى الجمال كأنها زي بتاعت المحلات. المية اللي هنستعملها للعجن طبعا مية دافية مش مية ساقعة، لازم تكون مية دافية. دلوقتي بقى هننزل بحبة مية حبة حبة كده ونعجن ونشوف هتاخد مننا قد ايه مية. طبعا المية للمعجنات ملهاش معيار، على حسب ما العجينة بتبقى ايه كويسة معاكي. دي بتبقى عجينتها لينة شوية يعني طريه مش ناشفه. ننزل حبه كمان. اهو حبايبي هحط حبه كمان. شايفين بقى ابتدت تلم ازاي؟ ابتدت تبني ان هي ايه معايا عجينه. شايفين ازاي؟ شايفين بقى ملمسها عامل ازاي؟ طريه وجميله ازاي؟ يلا شايفين يا حبايبي بقت عامله ازاي؟ اهي بصوا طريه ازاي وجميله ازاي؟ دلوقتي بقى انا هغطيها بالبلاستيك يلا حبايبي. اهو غطيتها بالبلاستيك وبعد كده هروح لفيها بالفوطة كده اهو وهسيبها تخمر. اول ما تخمر هنرجع بقى عشان نشكلها. يلا حبايبي رجعت لكم تاني اهو، بصوا خمرت وبقت حلوة ازاي. اهو دلوقتي هنشيل بقى البلاستيك. شايفين بقى؟ شايفين بقت خمرانة ازاي؟ ننزلها كده. شايفين؟ طرية وجميلة ازاي؟ هناخد بقى حتة كده. هنروح حشينها ملبن كده ونقفلها. نسيبها هنا كده وهعمل غيرها. هعمل شوية كده وبعد كده ايه هجيب البصامة واعملهم واحطهم في الصاج. لما اجي اعمل احطهم في الصاج واعملهم بالبصامة هرجع لكم. يلا شايفين يا حبايبي انا عملت اتنين اهو. طبعا كله عنده البصمج اللي هي دي اهي، بنحط فيها العجين بعد ما بنحط فيه ملبن. اللي عايز عجوه طبعا يعمل عجوه، انا عاملاه بالملبن واهو هنعملها كده وهنروح رصينها في الصاج. انا حاطه في الصاج ورق زبده واحده ثانيه. بعد كده انا هكمل باقي الكميه وبعد ما اخلص هرجع لكم تاني. شايفين
طبعا انتي بتتحكمي بقى في حجم وحدة المعمولة، لو عايزاها اصغر من كده صغري، عايزاها اكبر من كده كبري. شايفين؟ هكمل باقي الكمية واول ما اخلص هرجع له. يلا حبايبي اهو خلصنا، دلوقتي بقى هحطه في الفرن عشان يستوي، واول ما يستوي هرجع لكم اوريكم بقى عامل ازاي. يلا حبايبي اهي استوت، ايه رايكم بقى بعد ما استوت؟ افتح لكم واحده، بصوا هي طبعا لسه طريه لان ايه، لسه طالعه من الفرن. شايفين الجمال؟ دي بقى الصبح كده مع كوبايه شاي باللبن، بالليل مع كوبايه نسكافيه او كوبايه شاي ساده، احلى احلى حاجه. لو عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.